السلام عليكم اخوتي. الوصفه ديال اليوم غادي تكون عباره على بسطيله ديال الدجاج اللي غادي نقدموها انا والصديق ديالي عبد الرحمن، اللي غادي نوجهوا ليه تحيه من قناه ديال مطبخ نور الدين. اليوم غادي نتعاونوا وغادي نصايبوا واحد البسطيله اللي غادي تكون واعره واعره، بسطيله ديال الدجاج اللي غادي نديروها بلا سكر. فهذه مناسبه للناس اللي كيبغيو بساطه بلا سكر وسميتو. دابا غادي نقدم لكم الصديق ديالي عبد الرحمن اللي غادي يعاونني في البسطيله هذا النهار هذا. السلام عليكم، انا عبد الرحمن. انا سعيد بتواجدي مع صديقي وزميلي القديم. كمل كمل في الهضره، مالك حشمتي؟ زيد. اسمحوا لي، مسكين راه حشمان واحد شويه، ما غاديش يقدر يعبر لكم. المهم الا تبعنا عبد الرحمن كاع ما غادي نساليو الوصفه ديالنا اليوم من الصباح، انا كنعلم واش غايقول. المهم هنايا عندنا هنايا كيلو ديال البصله. انتما كما كتشوفوا راني شلطتها، عندي هنا التبصيل، عندي الجبن، يعني ما عرفتش غتبان لكم ولا لا. عندي هنا كيلو ديال البصله اللي قشرتها وشلطتها، عندي هنايا 7 ديال البيضات، عندي شويه ديال السمن، قرفه، معلقه، عندي شويه ديال الزبده، عندي البزار، عندي الخرقوم المصير، شويه ديال الملحه، عندي هنايا القزبور اللي قطعته، 4 دروسه ديال الثومه، واخيرا عندي هنايا الدجاج. عندي تقريبا واحد 2 كيلو ديال الدجاج ولا 2.5 كيلو، وعندي هنا شويه ديال زيت العود. دابا غادي ندوزو على بركه الطريقه ديال التحضير. دابا عبد الرحمن غادي يورينا الطريقه ديال التحضير. غادي يدير دابا البصله، غادي نزيدو الكمية كاملة ديال البصل، غادي نزيدو الخرقوم، زيدو كامل، هاي زعما شوية ديال البزار، ديرو كامل. قرفة، وغادي نديرو شوية ديال الملحة، عندي هنايا المصير غادي نزيدو تاهو، كدير الزبدة، ديرو كامل. سمحوا لنا، راه أول مرة كنديرو فيديو مع سينارتين. غادي نديرو شوية ديال السمن، شويه ديال الزبده، معلقه تقريبا، دابا غادي نزيدو شويه ديال الزيت العود، دابا غادي ندي هادشي تقلى مزيان فوق النار، اي واحد شويه تطلق البصله المال ديالها، وديك الساعه غادي نضيفو الدجاج. هانتوما كما كتشوفوا البصله كما قلت لكم راه شحرتها شويه على النار. دابا غادي نزيد داك الدجاج، غادي نخلطو مزيان. انا هنايا غنخلي داك الدجاج يبقى يتقلى واحد شويه، وغادي ندوزو غادي نمرقوه، غادي نديرو ليه شويه ديال الماء. كنتسناو على داك الدجاج حتى كيتقلى، غادي نزيد دابا الماء، نزيدو غير نص ديال الكمية، منكتروش منها بزاف، دابا غادي نسد الطنجرة وغادي نخليه يطيب مزيان، ومنين يطيب غادي نرجع نوريكم الطريقة ديال التحضير. أنا هنايا راني ضفت تومة وسكنجبير ريحة السي عبد الرحمن نساهم. المهم دابا غادي نقفل الكوكوت وغادي نرجعو نكملو الطريقة ديال التحضير. احنا دابا رجعنا لكم، كما كتشوفوا علاش ندرس، كما كتشوفوا البصلة هاي كي ولات راه تضمرات، وعندي وهنا راني فصلت الدجاج وخليته حتى برد، دابا غادي نفرتسو. بالنسبة للتغميرة غادي نزيدو لها البيض. عبد الرحمن عطينا خويا هذيك العصا،
ماشي العصا ديك المغرفه، غادي نزيد دابا كنزيد بيضه بيضه وغادي نبقى نحرك. من الاحسن تبقاو ديروا، ما تبقاوش تزيدوا البيض نيشان. هانتوما كيما قلت لكم راه غنعاود لكم واحد القصه ديال واحد السيده مسكينه كتصايب بالسطيره، عرفتو، ودارت مع دارت واحد 5 كيلو ديال الدجاج وكثرات البصله وداك الشيء، ومنين جات كتهرس البيض يلاه جات بغات تهرس وحده تلوحها وهي تلقاها كحله خاسره. داك الشيء علاش كنقول لكم بقاو ديروا جبانيه، ومسكينه مشات لها البسطيله كامله، يعني راه منين خسرت لها البصله راه ما بقى والو. داك الشيء علاش كنقول لكم بقاو ديروا جبانيه بحال هكا، بقاو تجربوا فيها البيض. انا كما قلت لكم راني غادي ندير 7 ديال البيضات، 7. وبالنسبه للناس اللي متاكدين انهم عندهم بيض جديد كما عندهم منا شي خافه، المهم نديروا الاحتياط وصافي. البروتين بيض صح فراسكم واش البيض فيه البروتين؟ هذه فرصة مناسبة للناس اللي بغاو يديروا العضلات. واش يطلع؟ حنا دابا كملنا داك البيض كامل، غادي نحركو، غادي نرد باقي هاد البصله فوق النار، غادي نبقى نحرك 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 حتى ما يبقاش فيها الماء تماما، ما يبقاش فيها كاع الماء. صافي انا غادي نرد هادي فوق النار. بالنسبه للدجاج ها هو كما كتشوفوا، فانا راه غادي نفرتسو نحيد اللحم على الهضر، ونرجع ديك الساعه باش نشوفوا الطريقه ديال السدان ديال البسطيله. يلا حنا رجعنا لكم دابا، غادي نكملوا الطريقه ديال التحضير. نتوما كما كتشوفوا سميتو هذا الدجاج ديال الدجاج، عفوا سميتو البيض ديالنا. اليوم راه جا معايا عبد الرحمن، راه تلفني علينا هادي، راه هو قاص كيقول لي الدغميره. هادي هي الدغميره ديالنا بعد ما وجدات. هنايا عندنا الدجاج حيت لي العظومه، وهنايا عندي اللوز الكاوكاو زعما اللي نسمناه بالنكهه ديال اللوز ودرنا به الخرفه. دابا غادي بالنسبه للكاوكاو، فانا راني استعملت نص كيلو ديال الكاوكاو اللي محيد عليه القشره، وزدت عليه معلقه ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الروح ديال اللوز. هذه ندوزو للطريقه باش غادي نسدو هاد البسطيله، فهي المرحلة الأخيرة إن شاء الله باش نكملوا هذا الفيديو هذا. السلام عليكم، حنا رجعنا معاكم دابا. بالنسبة للطاوة، هذه هي الطاوة اللي غادي نستعملوا في البسطيرة بلاتي نعبروها لكم. عبد الرحمن جيب ديك المسطرة، المهم نتوما غسلوا المسطرة وعبروا، أنا غنعبر لكم باش تشوفوا القياس ديال البسطيرة اللي درت شحال. 20 انا عندي هاد الصينيه فيها 34 سنتيم في القطر ديالها، 34 سنتيم هي اللي غادي ندير عليها البسطيله ديالنا اليوم. اول حاجه غادي نديروها فيما كما كتشوفوا، نقدم لكم المقادير. ديك النهار انا اللي تعذبت في الورقه ديال البسطيله، واليوم سي عبد الرحمن هو اللي تعاون معنا وعاود دهن لنا الورقه، حتى داك مول الورقه عاود نفس الخطا اليوم. الله يسمح لي وصافي، عذبنا عبد الرحمن، سمح لينا اخويا، هو اللي دهن لينا الورقة. المهم دابا غادي ندوزو باش غنسدو بلاتي نحيد هادشي باش يبان معاكم كلشي. دابا غادي نديرو الزيت،
دهنوها مزيان باش تجيكم محمرة، ما تخافوش راه ما غاديش تجيكم زيتها. دابا غادي نبداو على بركة الله، نبداو نسطفو الورق. اول حاجه غادي نديرها غادي ندير هذاك البيض، مش البيض عفوا، التغميره. ايوا بقى التغميره والبيض. غادي نوزعوها على البسطيله كامل، على الورقة كاملة. بالنسبه لي عنده ورقه كبيره يقدر يستعين غير بوحدو، انا عندي ما عنديش ورقه كبيره، داكشي علاش اضطريت انني ندير سميتو. انا ندير ثلاثه، بس انا عندي هنا ورقه من الحجم الصغير، هذه غادي نقطعها. مزيان من تحت وتحمر من الفوق، وندوزو باش نشوفو الطريقة ديال التقديم. وبالصحة والراحة. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، الى عجبكم ما تبخلوش علينا بواحد جيم واحد لايك بالنسبة للفيديو، ودعمونا بالتعليقات ديالكم، واشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات، وشكرا. الى حلقة قادمة ان شاء الله.